فرصة، فرصة العنيد واحدة. الله يا عيني على أيمن، فر أحد اللاعبين أيضا اللي انتقلوا من النجمة. لا 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 الواحد. فرصة الأهلي لاستقبال ما كان بالصورة الموفقة هنا. يا سلام عليك يا راقص السامبا عبد، صعبة هذه واحدة محمود عبد الواحد. الله الله يا العني، شوفه مين علي، لا يغير. اوه هو هو هو، فرصة الاهلي الان من يستثمرها. حلوة التركيبة هذه، حلوة التركيبة من ناصر عنان. استقبال تأتي لويس في الملعب، في الملعب في الملعب، تأتي الامور وردة فعل ضربة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نحلة. استقبال الكرة الأولى هناك، وهذه التركيبة، لكن الشبكة 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 الشبكة. أوه من جديد محمود ينجح، محمود عبد الواحد ينجح هنا في التعامل. لم إرسال هجومي هنا الأمور، وحائط الصد. هنا علي إبراهيم من جديد، إرسال هجومي. أوه إذا وفق في التنفيذ إرسال. أوه المتابعة حاضرة من البنفسج، عنان كرة، يا الله يسقط يسقط. إرسالات الهجومية هنا. أوه لا 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 لا، لكن المحاولة أهلاوية. لويس يحاول ينجح، لويس ينجح، لويس. شوف بدأت المباراة الآن حسن عباس، نشوف حسين سلطان هناك. عنان يا سلام عليك يا عنان يا كبير. لويس صادق أرون هناك، علي إبراهيم ينجح، ينجح علي إبراهيم هذا اللاعب. لويس هناك كرة إسقاط. شوف 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 الذكاء، أين يتجه بالإرسال، من يخلص؟ عنان المتابعة إلى خارج الملعب من حوائط الصد. مبروك للأهلاوية، مبروك للأهلاوية.